شوف، هو المسألة ديال الحيتيات والطريقة والأسلوب وهذيك كيبقى واحد العالم آخر، صعيب أجنك توصفو على حتى الإعلام، صعيب فهمتي. كاين حوايج أمور خاصة ما يمكنش غير حنا كما كنقولوا المغاربة قمقم وأنا نفهم. التجارة في البشر راك فاهم، على حسب يقدر كاين اللي كيسر بيه القرعة، كاين اللي كيسر بيه الكاس، كاين اللي كيسر بيه لكل شيء، وكتجي واحد الوقيته كيخرج ويخلي المرض ديالو. لا كاين افظع منه، كاين افظع منه، كاين امهات كتشاجر في البنات ديالهم، كاين اباء كيتشاجر، كاين مشاكل كبيره. ما نبقاوش نضربوا الشمس بالغربال. بالنسبه شفنا واحد الملف اللي هو ملف بكل صراحه التجار بالبشر، وهذا الملف اللي دائما الناس كتتكلم فيه ما معنى التجار بالبشر. التجار بالبشر ماشي كنتكلم على ان انسان كيتاجر، كل اللي كيتاجر حتى بالزوجه ديالو، يعني شباب. ان السيده اللي معايا البنت ديالها كانت قاصر وتزوجات بواحد واحد السيد اللي اغتصبها، ومن بعد خداها للمنزل ديالو، خداها 21 يوم، ومن بعد كيرجعوا على الدار ديالهم، ومن بعد سير واجي. فبقات العلاقه كتستمر بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب في الشد والقطع ليا، الا توصلنا بان ولات البنت كتمشي للملاهي الليليه، مقاهي ديال الشيشه، وتم كيتم استدراج ديال هذه البنت، بنت السيده اللي معايا اللي شفنا الملف ديالها. وكاين هناك مكالمات، كاين محضر، كاين واحد العلامه الاستفهام ان حتى في المحامين ما حضروش ليها في الملف ديالها. البنت كانت كتخضر وكتمشي من مع كل مره كتمشي مع واحد بمبالغ ماليه. كاين حتى تم واحد الملف ديال انها خيانه الزوجيه، وكاين وثائق بالواتساب اللي خرجات امام المحكمه باش يلصقوا لها ملف ديال الخيانه الزوجيه، يعني ملف. وحتى واحد ما بغى يتبنى لها الملف لانه التجأت لبعض الصحافه اللي ما خدتش ليها بالحق ديالها، فالتجأت بعض الصحافة اللي غادي تقدمها أمام الرأي العام. ولكن من هذا الشيء كنقولوا دابا حنايا شفنا هذا الملف وبغينا نتبناه، لأنه ملف فيه ظلم، فيه حقرة، فيه تجارة، وفيه عصابات اللي ما يقدروش الناس، لأنه ولات عند المغاربة واحد تخوف أن السيدة خصها تأخذ الحق ديالها. البنت كتعيش في الرعب، مازال كيتصل بها، مازال كيتحرش بها، مازال انه رغم انه تسجن. اكيد الزوج ديال البنت ديالها بالعائله ديالو على حسب القول ديال السيده اللي معنا، وكاين يعني التهديدات. البنت في حاله هيستيريا ما كتخرجش، كاين شواهد طبيه، كاين يعني يعني عائله كتدمر. حنا ولينا كنشوفوا حيت علاش هاد السيده كتلتجئ دابا. هاد السيده ما بغاتش تكون يوقع لبنتها بحال ساره، ما بغاتش بحال كريمه، ما بغاتش يوقع لها بحال البنت اللي تخشاو فيها القراعي، ما بغاتش بنتها يتوقع لها بحال بنت برشيد تقطعوا لها الرجلين كيتسلخ لها اللحم. ها على السيده خايفه، ها مناش خايفه، ها الرعب اللي شاد السيده. يعني حنايا خصنا حتى تولي السيده معطوبه بنتها او مكرفصه او مشرمله عاد نخرجوا للاعلام ونقولوا واك واك عيب. لا دابا، لان هذا الشيء غادو كيزيد فيه، لان الظاهره الاغلبيه اللي ولينا كنعيشوها هما الظاهره ديال الشباب اللي كيتزوجوا بدون بلا ما كتسول العائله، بلا ما كتسول على الزوج. كاين بزاف ديال الامور، حنا عندنا ملفات، يعني اغلبيه ديال الملفات كنجيو كنلقاو محاوله القتل، محاوله القتل، يعني الضرب، يعني الضرب، يعني الضرب الخيب، يعني في الوجه، في الجسم، في المؤخره. يعني تخيل انا كاين واحد البنت انا يجني ملف ديالها بغى يشرك ليها الضبور ديالها مع الجهاز التناسلي ديالها. بكل صراحه هذا الشيء خصنا نكونوا واضحين نقولوه، يعني ما كاينش، ما بقاتش هذيك المساله غنبقاو مي كنشدوا مي كنتكلموا بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. كيقول لك ولا ما كتحشموش، لا راه خصنا ها اللي كاين، ها اللي كنعيشوه، كنعيشوا الرعب. لا كاين افظع منه، كاين افظع منه، كاين امهات كتشاجر في البنات ديالهم، كاين اباء كيتشاجر، كاين مشاكل كبيره. ما نبقاوش نضربوا الشمس بالغربال، ولكن وكيتكلم مع الضحيه كيقول لها مثلا انت شنو لابسه، شنو دايره، شنو فاعله، شنو شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟
انت كتدمر واحد الانسان الحياه ديالو، ماشي كتدمرها هي، كتدمر ام ديالها، ما غاتمشيش تخدم الاب ديالها. هاد السيده اللي خرجت من الدار كتخلي الاب ديالها يبقى حاضيها حساس عليها. اكيد واحد النهار السيد يقدر يجي مقرقب، يقدر يجمع العائله كامله يذبح، كلشي متوقع، لانه ولينا كنشوفوا هادشي كنعانيوا منه بزاف. كاين شكايه ودخل السجن، ودخل السجن كان طالبوا اي مسؤول او المسؤولين التنمر. شنو هو التنمر؟ التنمر هو الاعتداء على الانسان. انا اش قاتلي نتعدى على واحد، نزوقها نضربها تمشي معايا للبيت، يعني انا نتشهى داكشي اللي بغيتي خصني نلقاه في بنات الناس. فلهذا حنا ان شاء الله غادي نتابعوا الملف ديال السيده اللي معنا. البنت ديالها اللي طرا لها كانت مع عائله ماشي يعني ميسوره، يعني ما محتاجاش انها تلتج، يعني ما نقولوش الفقر اللي مخرجها ولا شي حاجه. بنت كايته والبنات ديال 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 هاد الايام كيخرجوا مع صحاباتهم كيديروا ولو تخرج مع صحاباتها، ولو تمشي للقهوه، تمشي للبواط، تمشي كلشي. حنا دوزناه ما نكذبوش، اي واحد كيدوز هاد المرحله، ديرات الكوكايين الحشيش عطى الله ما سميتو، صافي كيتخلص، باقا البنت جايبه راسها باقا صغيره، صافي هو راه مقدر. وخصوصا كاين واحد باش نتفاهموا على واحد المساله، مزوج بها دابا خصنا نتفاهموا، راه كاين واحد حيت دابا المشكل ديالنا ما كنبقاوش نهضروا بصراحه، كاين واحد العقليه غادو كتبدل، كاين عقليه اللي كيستمتع في انه يمارس الجنس مع واحد السيده مزوجه، عنده واحد الاستمتاع كيستمتع به، فهمتي؟ يقدر يخلص فلوس صحيحه. راه حيت كنقولوا حنا العقليات مختلفين، يعني كاين شي حوايج شي امور بعض المرات ما كدوش على الانسان، كيقول لك شنو هادشي، شنو كتقولوا؟ لا هذا راه واقع، هادشي كاين، هادشي ما غاديش نضرقوه. فاحنا ان شاء الله غادي نحاولوا باش باذن الله نحاولوا نشوفوا الملف ونشوفوا، يعني مازال كنجريو تقريبا هذه اسبوع، طيله اسبوع حنا كنجريو كنشوفوا الملف كيفاش غنخدموا، كيفاش الطريقه اللي كنعرف كيكون تقريبا كيكون وثائق اجراءات، يعني بزاف ديال الامور ما سهلاش باش نوصلوا للحق ديال الانسان. الا كاين صور، كاين صور موثقه ديالها، كاين هاتف عبر الواتساب، فهمتي؟ يعني لان البنت باقا في البيت ديالها ما كتخرجش منه، تقريبا جايه يعني تكون عندها واحد دابا شي 19 20 تقريبا. لا الانصاف باقي ما كاينش، الانصاف هو اللي كيتقلب عليه الام ديالها الحق ديالها، لان كتشوف بنتها مساجينه عندها في الدار مساجينه، غير حتى كتاكل كتشرب وبزز وما كتهضر معاهم ما كتكلم معاهم، يعني كاين مشاكل كبيره 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 كان واقعين فيها. الحياه الدمار ديال الحياه، هذه اسره كانت عايشه مزيان بخير واكلين شاربين، هاي كتدمر. اكيد اكيد حنا يا ريت حنا شوف حنا علاش غادي نتكلم على هاد السيده لو ما انه واش مضروره، فهمتي؟ كمجتمع مدني ملي كتشوف الحقره الردع ديال هاد المجرمين، واش انا واحد ملي كيجي كيشد بنت يخشي لها كيخشي القراعي، قال لي راسو اجي نخشي قرعه في بنت وسير حيدها لي، قال لي راسو، قال لي راسو، راسو قال لي خشي قرعه، انا ما عمري ما شفت واحد قال لي راسو خشي قرعه في البنت يلا حيدها لي. وتا واحد شحال هذيك كنا في زمان كانوا رجال، يا ما زمان كانوا رجال، كانت بنت الدرب كيحامي على ولد الدرب، ما بقاش دابا. دابا كتشوف واحد كيجريسي في شي بنت غادي كيطلع قدامك ولا كيغتصب فيها قدامك، كيدوز كلشي دايزو مخلى، علاش؟ غيمشي يفك غيلقى مشكل ولا تغييرات الوقت. ولكن الا تغييرات الوقت وغنمشيو مسائل قانونيه، اخويا نكذب عليك، اعطيه احكم. كيقول لك لا راه الحقوق الانسان، كتعاملوا معامله ديال الحيوانات، وهاد المعامله اللي معاملين ولاد الناس شنو هي المعامله ديالاش؟ اي شكون اين حقوق كتكلم على هاد الناس؟ مين دمر بنت؟ هادي هي الترجليت ديال المغاربه؟ راه ماشي الترجليت هو في النساء. الرساله اللي غادي نوجه ليه هو شوف غير الام ديالك واش تبغي تقدر دير لها بحال ديك الحاله اللي دارت هذيك البنت، او تطرد هذاك الشيء اللي درتي نتايا ترضى على الام ديالك؟ ما غاديش ترضى اكيد. شوف هو المساله ديال الحيتيات والطريقه والاسلوب وهذيك كيبقى واحد العالم اخر، صعيب اش انك توصفو على حتى الاعلام، صعيب، فهمتي؟ كاين حوايج امور خاصه ما يمكنش غير حنا كما كنقولوا المغاربه قمقم وانا نفهم، تجاره في البشر راك فاهم على حسب، راه يقدر كاين اللي كيسر بيه القرعه، كاين اللي كيسر بيه الكاس، كاين اللي كيسر بيه كل شيء، وكتجي واحد الوقيته كيخرج ويخلي المراه ديالو.